مجموعة من النوافذ، أول نافذة هي الستيج. الستيج عبارة عن شاشة العرض اللي بيتعرض عليها البرنامج بتاعي. تاني نافذة هي الكاست أو حاوية الأعضاء، وهي عبارة عن نافذة تضم الأعضاء التي تستخدم طوال إنتاج البرنامج. تالت نافذة هي المبين الزمني أو السكور، وهو النافذة التي ترتب عليها موضوعات العرض أو الأعضاء الموجودة في الكاست، ودول أهم 3 نوافذ. بعد كده بيتكون دايركتور من مجموعة من القوائم وشريط أدوات ومجموعة من لوحات التحكم. أول لوحة تحكم البروبرتي انسبكتور، ودي خاصة بكل شيء يتم تحديده على أحد 3 عناصر الرئيسية، وهي الكاست والسكور والستيج. تاني لوحة تحكم عندنا هي لوحة التحكم في النصوص، ودي بنتحكم من خلالها في نوع الخط ومقاسه والمسافات بين الحروف وتنسيق النص ولونه ولون أرضيته وعمل الهايبر لينك أو الارتباط التشعبي. تالت نافذة عندنا هي نافذة الألاين أو تنسيق العناصر المعروضة على الشاشة. رابع نافذة عندنا هي نافذة التويك أو التحريك بنسب محددة. خامس نافذة عندنا هي نافذة مكتبة الأكواد الجاهزة، ودي نافذة فيها مجموعة من الأكواد الجاهزة اللي بنستخدمها في البرنامج بتاعنا. النافذة اللي بعدها نافذة البيهيفير انسبكتور أو التحكم وعمل البيهيفيرز. النافذة اللي بعدها نافذة الأوبجكت انسبكتور، ودي نافذة خاصة باستعراض قيم المتغيرات اللي بنستخدمها في البرنامج. بعد كده نافذة الأدوات، ودي فيها مجموعة من الأدوات المبسطة زي الخط والمربع والدايرة والتشيك بوكس والراديو بوكس والبوتون الستاندرد والفيلد والتكست. كمان عندنا أداة تكبير وأداة تدوير للنصوص وأداة تحديد وإيد لتحريك عناصر الشاشة. كمان ممكن نتحكم في لون الخط، كمان ممكن نتحكم في سمك الخط، كمان ممكن نتحكم في الباترن أو الملء الخاص بالشكل اللي احنا مستخدمينه.